بكفي بقى، بلدنا اخذوه على الهاويه وهن مبسوطين، هن بلا غطاء المسيحي حسن نصر الله بشير. الغطاء المسيحي، قالتها السيدة اللبنانية مرة وثانية. لو ما الغطاء المسيحي ما كان قدر وصل لمحل. سمعنا عن قصص لدغ الثعابين وقتلها لمربيها، فهل يدفع المسيحيون ثمن غطائهم للثعبان الإيراني وفرخيه نصر الله وبشار أسد؟ لو ما الغطاء المسيحي ما كان قدر وصل لمحل. صراحة المرأة هنا جاءت بعد انقلاب شاحنة لميليشيا حسن نصر الله في بلدة الكحالة المسيحية شرق بيروت. اجتمع الأهالي لخوفهم من حمولة الشاحنة العسكرية ونوعية الأسلحة التي قد تنسف البلدة بمن فيها، والعبرة بانفجار مرفأ بيروت المدمر، فسارع عناصر نصر الله لاستهداف المدنيين بالرصاص، ما أدى لمقتل شخص قبل أن يرد الأهالي بقتل عنصر للميليشيا. ولأن المشكلة لا تنحصر بشحنة الأسلحة وإنما بجذورها المتمثلة بسيطرة ميليشيا حزب الله الشيعي على الدولة اللبنانية، تقود الجذور في المقابل لذاك الخطأ التاريخي بتربية الثعبان الإيراني أو ما قالته المرأة حول الغطاء المسيحي. خش قولونا بقى حاكم، ألبا مش حاكم شيء، حاكم صغمية. نحن الحاكمين، لو ما الخطأ المسيحي ما كان قدر وصل لمحل ما بقى يضحكوا علينا. لا مشكلة بمراجعة الأخطاء، بل ومن الشجاعة لتوصيف المرض تسمية الأمور بمسمياتها. وهنا توجه ناشطون لبعض المسيحيين بالسؤال، هل سمعتم نداءات الشعب السوري قبل سنوات عندما تحدثوا عن حلف الأقليات الذي قتل وهجر ملايين السوريين؟ الحلف الذي حذرنا منه اتخذه بشار أسد ونصر الله لقمع ثورة السوريين بغطاء مسيحي، وقلتم وقتها إن بشار وإيران يعملان على حماية الأقليات في سوريا ولبنان. هؤلاء هم رجال دينكم الذين ذهبوا مع عشرات القساوسة والبطارقة لمقابلة رؤساء أمريكا وأوروبا بالسر والعلن، وإقناعهم أن البراميل المتفجرة التي كانت تسقط على رؤوس السوريين هي لحمايتكم، وأن الكيماوي لخنق أطفال الغوطة ودوما وخان شيخون هو حياة لكم، وأن تهجير 14 مليوناً وقتل مليوني سوري هو أمان لكم. هكذا خدعكم وعمموكم والتيار العوني، وأقنعوكم أن من حافظ على آلاف القرى والبلدات المسيحية في سوريا هم أعداؤكم. لكن ماذا فعل لكم سنة سوريا وأكثرية شعوب المنطقة؟ من عشتم معهم أنتم وجاورتموهم أنتم وتعرفون رحمتهم وطباعهم لمئات وآلاف السنين قبل أن يخرج قساوسة الليرة والتومان لخداعكم بلطخة زمنية سوداء عمرها بعمر استيلاء آل أسد على سوريا قبل 50 عاما. ليبقى السؤال، ماذا حصدتم من حلف الأقليات والغطاء المسيحي؟ وعدا عن هذا الحصاد في لبنان، هل سمعتم بهجرة المسيحيين الجماعية من مناطق سيطرة ميليشيا أسد وأعدادها الكارثية؟ نعم، من مناطق من ادعيتم في وسائل الإعلام وأمريكا وأوروبا أنه حامل لكم. هل قرأتم الدراسات والتقارير حول انخفاض نسبة المسيحيين في سوريا من قرابة 10% إلى نحو 4%؟ حتى محردة والقرى المسيحية شمال حماة التي أقنع بعض المجرمين أهلها أن خلاصهم يكمن بقتل السوريين وانتصار ميليشيات أسد وإيران تكاد تخلو اليوم إلا من كبار السن. انظروا لأرقام الكنائس التي دمرها بشار وميليشياته، وانظروا لأرقام وأعداد المعتقلين والمفقودين المسيحيين في أقبيته ومن قتلهم مؤخرا لمجرد انتقاده. بكفي بقى، بلدنا أخذوه على الهاوية وهن مبسوطين، هن بلا غطاء المسيحي حسن نصر الله بشير. ولأن الحكمة تقتضي المراجعة قبل فوات الأوان، بعيدا عن قساويسة الليرة والتومان، هذه بعض فراخ الأفاعي الإيرانية لنصر الله وبشار التي تنتظركم في سوريا ولبنان. تطلع وحدة كمان مرة تصف ضعيفة بتقول انه الشحنة تحت الصليب والصليب اكبر من فيك بصليبي بالخولة، احسن واحد فيكم ياخد وهيدي الشحنة ملك حزب الله بترجع غصبا عنكم. قلتوا ايه؟ قلتوا لا، لانه حزب الله داعس عليكم، داعس على الدولة، وهو اللي حكم البلد مش انتوا حكمينه.